اهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهاتنا على قناه اوريجينال كيدز. نكمل سلسله الاشارات اللي احنا اخذناها. افكركم بس الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن الاشارات بتاعه الكائنات الحيه، وقلنا ان احنا هنقسمهم 5 اجزاء. الجزء الاول كانت الحيوانات الطيور، وبعد كده هنكمل النهارده زي ما اتفقنا الفيديو اللي فات الزواحف والحشرات والاسماك. طيب عشان بس نفكركم بالفيديو اللي فات، انا هنزل لينك الفيديو اللي فات في الكومنتات، ياريت نراجعه قبل ما نخش على الفيديو الجديد. طيب نبتدي بالزواحف. نقول الفار، اشارة الفار نعمل كده ف، دي حرف الف، فار فار. تمام. طيب اللي بعده نقول ضفدعة. ضفدعة نفتح ايدينا كده 3 صوابع دود، نحط على اول كف ايدي ونط ونط، يبقى دي ايه؟ الضفدعة. تمام. طيب سلحفة، حط الاتنين على بعض كده وامشي بالراحة سلحفة. طيب اللي بعدها سحلية. سحلية بتمشي بكف ايديها، هنمثلها زي ما اتفقنا الاشارات بتاعتنا بتبقى اشارات وصفية، هنمثل ادي سلحفة. طيب في الحرباية اللي بتشكل الوانها، وزي ما اتفقنا ان في الاشارة دي قلنا ان لما اقول مختلف او متعدد بعمل كده، صبعيني الاتنين دول وابتدي من الشمال وابتدي احرك ايدي بالشكل ده، ده متعدد. فنقول ايه؟ نقول ان السحلية تعمل الوان مختلفة، يبقى دي اشارة جديدة برضو، الوان الوان مختلفة. يبقى السحلية اللي هي قصدي الحرباية بنقول نعمل كده، تحرك بايدينا تعمل الوان مختلفة. طيب التعبان، تعبان حط ايدي هنا وايديا اليمين اللي فوق تتحرك زي التعبان، ادي تعبان بيتحرك يبقى تعبان. طيب تمساح، تمساح نعمل زي السحلية بس نعمل الفك، الفك يبقى تمساح. تمام. ده الجزء الاولاني انتهينا منه الزواحف. نخش على الحشرات. الحشرات اصغر حشرة بنقول النملة. النملة اشارتها بسيطة، نعمل بصبعنا كده ونعمل اشارة الجيش. تخيلوا كده الحزام بتاع العسكري، فاحنا بنقول جيش لانه بيمشي بصف زي الجيش، نملة. طيب صرصار، صرصار شنباته، صرصار دبانة. طيب عملت كده وقرصتني تبقى تمام ناموسة، ناموسة. طيب في النحلة، نحلة برضو بتطير بالشكل ده بس بتدينا ايه؟ العسل. يبقى الاشارة دي هنزودها العسل. تمام. نخش على الاسماك. الاسماك اي سمكة بنديها الاشارة دي تمام انها بتتحرك، يبقى اسماك. ولما نجمع زي ما اتفقنا بنقول اسماك، اسماك. تمام. طيب ناخد سمكة القرش، نقول سمكة القرش. فاكرين الاشارة دي اللي عملناها في التمساح؟ يبقى سمكة بفك يبقى القرش، سمكة القرش. طب الدولفين صديق الانسان، فنعمل ايه؟ هنقول سمكة صديقة الانسان كده، يعني صاحب. لما اعمل كده وحط ايدي اليمين فوق الشمال فنقول صاحب، يبقى سمكة صديقة الانسان. لما امسك جلدي كده كأنه الانسان، يبقى سمكة صديقة الانسان اللي هي الدولفين. طيب نخش الحوت. حوت بس سمكة كبيرة، نرجع لورا شوية كده نقول سمكة الحوت، نفتح ايدي اكتر، الحوت، سمكة الحوت. طيب كابوريا بدرعتها كلبتها، كابوريا. جمبري، جمبري. كلب البحر بنقول كلب زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات، كلب بس هنعمل اشارة البحر. البحر بنعمل كده اشارة علشان احنا بنعوم فيه، كأننا بنعوم فيه، يبقى البحر. كلب البحر ده
شوارد كلب البحر. طيب صبيت، ما واضح الحركة بتاعته، صبيت. ميرسي جدا ليكم، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. يا ريت زي ما اتفقنا اعملوا الاشارات، صوروها وبعتها لي. ميرسي جدا للناس اللي بعتت لي الفيديو اللي فات، وان شاء الله نكمل في فيديوهات جديدة. سلام.